تحدي روسي للأمن عبر اجتياح أوكرانيا. الهجوم الكرملين يؤثر على حياة المدنيين هناك. مئات إن لم تكن هناك آلاف الأوكرانيين قتلوا وكثر آخرون أصيبوا وآخرون فروا. أكثر من مليون لاجئ فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة والآلاف عالقون في ظروف مأساوية بينما تستمر روسيا في ضرب البنى التحتية. رئيس بلدية ماريوبول قال أن غالبية السكان يعيشون بلا ماء وبلا كهرباء وبلا تدفئة. الجسور في المدينة تم تدميرها. النساء والأطفال والمصابين لا يستطيعون الخروج. الغذاء والأدوية لا تستطيع الدخول. الرئيس البلدية كتب اليوم قال يتم تدميرنا وأنا أقتبس منه. العالم يرى روسيا استخدمت هذه التكتيكات العسكرية في سوريا وفي جمهورية تشيتشنيا. روسيا عملية روسيا حول المنشآت النووية تهدد بكارثة نووية. الكرملين يجب أن يوقف كل الهجمات حول المنشآت النووية والسماح للطواقم المدنية في هذه المنشآت بالعمل وفق المواثيق ووفق قرارات الأمم المتحدة التي بالأمس دعت الأمم المتحدة التي دعت روسيا إلى وقف هجومها. الشعب الأوكراني يبدي الكثير من الشجاعة في حماية وطنه وحماية حريته وحماية جيرانه. قلنا إذا ما اجتاح الرئيس بوتين إلى أوكرانيا سنعزز دعمنا لأوكرانيا في حماية نفسها وباتخاذ إجراءات عقابية، وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة وحلفائنا. لقاءنا اليوم حلفائنا في الناتو مع الدول العظمى السبعة والاتحاد الأوروبي ومع مجلس الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي، نريد أن يكون حلفائنا على قدر من القوة يستطيع أن يواجه التحديات والتهديدات. وطالب الرئيس بايدن بتعزيز هذه الشراكة. لذلك جئت اليوم إلى بروكسل أكثر من أي عاصمة أخرى لتعزيز هذه الشراكة ونستثمر الجهود لتعزيز وحدة حلفائنا وشركائنا. ونرى لماذا الآن الأمور تفعل أفضل في الناتو. انضم إلينا وزراء من فنلندا والسويد ووزير خارجية أوكرانيا وكندا وسكرتير العام ستولتنبرغ. في الماضي لم نشهد الاتحاد الأوروبي والناتو يعملون بهذا الحد من القرب والتعاون. هذا نوع جديد من التعاون ونحن سنستمر بتعزيز هذا التعاون ليس فقط في هذه الأزمة ولكن في السنوات القادمة. شركاءنا وحلفاؤنا في الاتحاد الأوروبي يعملون سويا. للمرة الأولى الناتو يقوم باستخدام قوة الردع. حلفاء وشركاء في الناتو فرنسا وإسبانيا يرسلون سفن وطائرات لتعزيز التحالف. كل عضو في الناتو يرسل المساعدات العسكرية إلى الناتو والإنسانية والبعض يرسل العسكرية والإنسانية سويا. الاتحاد الأوروبي يمول الدعم العسكري لدولة تحت الهجوم وفرضنا أكبر رزمة من العقوبات في التاريخ ضد روسيا. والاتحاد الأوروبي يستقبل اللاجئين الأوكرانيين. الدول الأخرى ألمانيا تضاعف ميزانيتها الأمنية. بولندا فتحت أبوابها إلى أكثر من نصف مليون من اللاجئ الأوكراني. سويسرا خرجت من حيادها لدعم العقوبات الأوروبية ضد روسيا. هذا بعض من الجهود من حلفائنا الأوروبيين لتعميق دعمهم وهم يعمقون نشاطنا المشترك. في الأسابيع الماضية طرحت عدة أسئلة إذا ما
كان النظام الدولي مهدد، هل سيعمل الشركاء والحلفاء الأوروبيين ويتقاسمون الأثمان؟ والأيام الأخيرة أظهرت أن الدول الأوروبية أبدت أكبر قدر من الوحدة والوقوف جنبا إلى جنب، والولايات المتحدة تقف إلى جنب أوروبا في السياسات وفي التنسيق التام مع حلفائنا وشركائنا. وسأعطيكم بعض النماذج. أرسلنا 7,000 جندي إلى أوروبا في بهدف تعزيز قدرات الناتو، ونستمر بتعزيز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا. في الأيام الماضية، الليلة الماضية، سمحنا بدخول 10,000 أوكراني إلى الولايات المتحدة، والرئيس طلب من الكونغرس 10 مليارات دولار لإرسال المساعدات الإنسانية والأمنية إلى أوكرانيا ولدول المنطقة. بالأمس الرئيس بوتين قال أن العملية الخاصة أو ما يطلق عليها العملية الخاصة تسير وفق خططه، ويصعب علينا أن نتخيل أن هذه العملية تتضمن إقصاء وإجلاء وطرد سكان أوكرانيين من وطنهم. العالم اتحد ضد موسكو، 141 دولة في جمعية العامة للأمم المتحدة وقطاعات خاص، وتجمعت لفرض العقوبات على روسيا، ما يؤدي بانهيار الاقتصاد الروسي، ودفع بالألاف من الروسيين للتظاهر والاحتجاج وخروج الكثير من روسيا. إذا ما كانت هذه خطة الرئيس بوتين، فنقول أنها نجحت. روسيا لم تكن معزولة إلى هذا الحد، ونحن لم نكن موحدون بهذا القدر. ولكن أريد أن أشدد على أمر واحد وهو مهم جدا. نحن نأخذ كل هذه الإجراءات ليس لأننا معارضون للشعب الروسي، لسنا كذلك. نحن نعتذر لمعاناة الشعب الروسي بسبب خطوات اتخذتها قيادة فاسدة تتحكم بالشعب الروسي، ويقومون بكل وسيلة للاستمرار في الحرب. في نقاشات الناتو والاتحاد الأوروبي والدول العظمى السبعة، نحن مصممون على الاستمرار في دعمنا للشعب الأوكراني والمدنيين الذين يعانون. سنستمر بجباية الثمن من الرئيس بوتين وكل من يساعده في هذا الخيار. سنستمر بتعزيز قدراتنا على حماية أمننا المشترك، وفي مواجهة تصعيد إضافي من روسيا، بما في ذلك تفعيل البند الخامس الذي يقول أن هجوم على دولة واحدة هو هجوم على كل دول الحلف. لا نريد المواجهة مع روسيا، ولكن كما قال الرئيس بايدن، سنحمي أي شبر من أراضي دول حلف شمال الأطلسي لكي لا يشك أحد بإصرار الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته سنبقي الباب مشرعة أمام الدبلوماسية، ونحن مستعدون إلا إذا استمر الكريملين في سياسته، فنستمر في العقوبات وجباية الثمن، وسنستمر بدعم المساعي وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية. وتحدثنا في هذا اليوم، نحن نعمل مع حكومة أوكرانيا ومع جمعيات حقوق الإنسان لضمان الممرات الإنسانية من أجل السماح بخروج المدنيين وبإدخال المعونات. الهجمات الروسية خلقت هذا الوضع الإنساني، والآن دول العالم عليها أن تتحمل مسؤوليتها للضغط على الكريملين لكي يتراجع عن بعض خطواته. من بين التداعيات التي تسببت بها العملية الروسية، واحدة كانت غير متوقعة، هي أن الناس حول العالم تخرج للتظاهر من أجل الحرية ومن أجل حقوق الأوكرانيين. هذا يتضمن بعض الدول التي يحظر فيها الاحتجاجات، وحتى أن آلاف الروس يخرجون للتظاهر. على مدار السنوات رأينا العلاقات الخطيرة التي تستهدف حقوق الإنسان والديمقراطية التي تم تغذيتها من قبل موسكو. مع هذا الاجتياح العنيف، نحن وحلفاؤنا الأوروبيون وفي كل مكان يتم تذكيرنا بأن هذا الوضع خطير، ونرى أن الديمقراطية تصمد. Mr. Secretary.
The West has put unprecedented sanctions on Russia, very punishing. إذن مشاهدينا استمعنا إلى هذه الكلمة التي تحدث من خلالها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وعودة إليك دكتور محمود الأفندي الذي تحدثني من موسكو. يعني وزير الخارجية بلينكن تحدث في عدة سياقات مختلفة موضوع التلويح بموضوع الكارثة التي كانت يعني قاب قوسين من أن تلحق بالمنطقة عند استهداف المرافق النووية كما ذكرها. يواصل الحديث عن دعم أوكرانيا وأنه جاء بالتحديد إلى بروكسل يعني عاصمة الاتحاد الأوروبي لإبداء مزيد من الدعم، ويتحدث عن القوة التي لحقت بهذا الاتحاد وبالناتو بشكل عام كذلك بعد هذه الحرب. الهجوم الروسي لم يضعفنا بل جعلنا أقوى، هذا ما ذكروا. يعني الآن الحديث عن مزيد من العقوبات، مزيد من القوات الإضافية، كذلك 7,000 تم نشرها لتعزيز حلف الناتو. السؤال، هذا التعاظم الحقيقي وهذه الوحدة الحقيقية التي يعني أصوات عديدة تقول إنها يعني لم يشهد مثلها العالم من قبل ضد روسيا، هل ستضعف بالحقيقة الموقف الروسي في هذه الحرب؟ بأي شكل من الأشكال لا تبقى موقع الروسي. فروسيا كما قلت لك سابقا أنها بالنسبة لها حرب وجود وليست حرب وليست غزو. الحرب الوجود لأن روسيا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي عدت الخطوط الحمر الكاملة اللي رسمها الرئيس بوتين للرئيس بايدن خلال قمته في جنيف وخلال الرسائل اللي أعطاها الضمانات الأمنية، فلم يقدم أي ضمانات أمنية. فعليا الولايات المتحدة الأمريكية هي دفعت روسيا للحرب ولم يتركوا لها خيار غير هذا. خلينا نكون واقعيين بهذا الموضوع. بالنسبة لخطاب الرئيس بايدن حسب الكارثة النووية، خلينا نحلق موضوع معين. يعني للأسف الشديد الآن في مرض في العالم كله هو أن صدق ما تسمع ولا صدق ما ترى. اليوم ظهر الصورة أن الروس قصفوا مفاعل نووي، بينما مجموعة أزوف المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، على فكرة هن مصنفين منظمة نازية الكونغرس الأمريكي، ماشي، ووضعوا عربية صواريخ بالمفاعل النووي وقصفوا الجهات الروسية داخل مفاعل النووي، والروس رموا عليهم فقط قنابل ضوئية. إذا بتشوف الصورة بعيدة على الشاشة قدام حتى ضيوفها بتشوف أن الصواريخ خارجة من تحت لفوق، فكيف الروس يقصفوا من تحت إلى فوق؟ يعني حتى العالم عم بيسمع كلام الأمريكان وما عم يصدق اللي عم شوفه. هذا غير أمر غير طبيعي، أنا حتى الآن لا أفهم. يعني قدرة استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية بكذبها الإعلامي أن تغير الحقائق. على سبيل المثال الزميل اللي كانت قبلك عم تتكلم عم تقول أهداف الروس بوتين لقد فشل بمهمته. يعني كيف تعرف مهمته؟ قال بصراحة أريد 1 حماية الدنباس، 2 ما يسمى نزع السلاح من أوكرانيا، 3 هو اجتياز النازية، يعني قضاء على النازية المجموعات اللي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية. بس أعطيني بس ثواني لما أعطاني الوزير الخارجية. تفضل. يا صديقي من أين يأتون؟ على سبيل المثال انه الرئيس هو يريد يدخل كييف، هل هم مع المخطط العسكري الروسي؟ هل هم وزير الدفاع الروسي؟ انا يعرفون روسيا لم تعلن اي شيء عن وقت العمليه ولا روسيا ستمر في العمليه ببطيء، لان بالنسبه لها هي معركه وجود، ان تكون روسيا او لا تكون روسيا، هذا امر واضح. ولكن هنالك من يرى أن تغيير نظام زيلينسكي وإزاحة نظام زيلينسكي من رأس الهرم في أوكرانيا قد فعلا يفضي إلى نهاية هذه الحملة وبالتالي إراحة الروس في هذه المرحلة. بالعكس، الروس يعني زيلينسكي مغلوب على أمره، حتى مبارح كان مخمور وشفته كل الشاشات شافته مخمور وكله سكر عيونه، كان مخمور وسكران وعم بيحكي أنه باللغة الروسية من روسيا ماذا تريد مني؟ أليس لدي أسلحة نووية ولا واضح انه مغلوب على امره، يعني دميه في يد الولايات المتحده الامريكيه، قد ورطوه في حرب لا يعرف اين تنتهي وانا سينتهي مستقبله، هو متوقع ان كل شيء محمي من كل الاطراف. نعم للاسف الشديد يعني هذا اللي حصل. يعني اللغه دكتور محمود وصلت الفكره. لدي يعني كذلك اسئله الى ضيفي الاستاذ جان بيير، مرحبا بك، ينضم الي عبر الخط الهاتفي. يعني انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي تحدث كذلك في الجزئيه الاوروبيه كما ذكرنا، وتحدث عن دول كسويد وفنلندا، والرئيس الامريكي بايدن التقى بالرئيس الفنلندي، والبارحه كان هنالك تفادي للحديث عن انضمام هذه الدوله الى حلف الناتو.
نعم، لأن حتى الآن ما عدا الميدان العسكري، وحتى هناك شكوك في الميدان العسكري، ولكن عموما السيطرة هي لروسيا. ومثلا هذا الرتل الطويل من الدبابات لم تقصفه الطيران الأوكراني، وزيلينسكي طلب حظر جوي، ذلك يعني أن الطيران الحربي الأوكراني انتهى. إذن ما عدا الميدان العسكري روسيا تخسر الكثير من أوراقها وأصولها، أولا بالعقوبات الاقتصادية، ثانيا بما أن كل دول شرق أوروبا من السويد إلى جورجيا، تصوروا من السويد إلى جورجيا، كلهم يتوجهون للغرب إما لطلب المساعدة إما للانضمام. إذن وآخرها دولة ليست بعيدة عن أوكرانيا وإحداهما مجاورة لروسيا، يعني جورجيا المطلة على البحر الأسود، طلبت الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومولدوفا البلدان المجاورة لأوكرانيا كذلك. ذلك يعني أن ما يقول بلينكن هو صحيح إلى حد كبير. إذن يعني صحيح إلى حد كبير. ومرة أخرى أستاذة هديل، الشغل الشاغل الأوكراني هو الدفع نحو اتفاق يقضي بإغلاق أجواء أوكرانيا. هل هذا التمنع حتى الآن والمماطلة من قبل الغرب يمنح بوتين المزيد من الوقت والحرية ربما في هذه الحملة؟ يعني الولايات المتحدة كانت واضحة في كل نقطة تجري اليوم في هذه الحرب منذ ما قبل أن تندلع هذه الحرب، قالت نحن لن ندخل بقواتنا على الأراضي الأوكرانية، ومسألة حظر جوي حين يطلبها المعارضون السوريون أو تطلبها اليوم أوكرانيا لا تفهم أبعادها. يجب أن يكون هناك قوات على الأرض لكي يكون هناك منطقة حظر جوي، وروسيا الولايات المتحدة والغرب لا يريدون التورط في مثل هذه الحرب، لأن المقاربة الغربية هي غير المقاربة الروسية. هنا اليوم في الولايات المتحدة والغرب ناخب ينتخب من يحكمه ديمقراطيا، وهذا الناخب يقول ما يريد، ليس مثل روسيا اليوم. يعني اليوم ضيفك الكريم إن قال غير النقاط المحددة، اليوم البروبوغاندا والحكومة الروسية مثل ما رأينا كان هناك قانون قبل 24 ساعة روسي سيسجن من 5 إلى 10 أو 15 سنة وسيحاكم ويدفع غرامات، وبالتالي الوضع غير مختلف. طبعا الغرب لن يقوم بعملية حظر جوي، الولايات المتحدة حتى آخر لحظة تركت الباب مفتوح للدبلوماسية هي حتى لم تستجب لطلب زيلينسكي بتطبيق عقوبات على روسيا قبل أن تقوم هذه الحرب. أما لماذا لا نصدق روسيا؟ فطبعا من الطبيعي أن لا نصدق روسيا التي سخرت من الحرب وقالت أنها لن تقوم بهذه الحرب حتى قبل يوم من هذه الحرب الدموية المأساوية التي تقتل المدنيين في أوكرانيا، بينما كان البنتاغون يتحدث عن تفاصيل هذه الحرب وبالفعل جرت كما حدث رغم كل الأكاذيب الروسية. نعم دكتور محمود، رأيتك تومي برأسك للإجابة ولكن لم يتسنى لنا سماعك، تفضل. يعني أنا بستغرب الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتكذب على العالم، بتكذب بتكذب بالصدقة، بتقول لا نصدق الرئيس، لا نصدق روسيا هي اللي نقول روس لن نقول لن نحارب. هن سألوا الروس تحاربهم في هذا الوقت؟ قالوا لن نحارب في هذا الوقت فقط. يعني بالنسبة، وتاني شيء الأمر المهم إن من الكذاب، الكذاب من كذب على العالم كله. ما أنتوا كذبتوا على الدنيا كلها بحكاية العراق وقلتوا بعدها المخابرات الأمريكية هي اللي كذبت علينا. يعني يا أخي الموضوع، خلينا نحكي بالسياسة، بحكوا بشيء إن هم الديمقراطية، هم الصادقين، هم الأنبياء، والبقية كلهم يعني كلهم كذابين، هم الصادقين. دكتور، أكذب دولة في العالم. طيب دكتور محمود، دكتور محمود، أنتوني بلينكين تطرق إلى نقطة في غاية الأهمية وهي المظاهرات الداخلية في روسيا، والتي يعني تقول أصوات معينة أن روسيا تحاول التعتيم عليها، ما ردك على هذا الأمر؟ أنا بس بنقطة واحدة أعقب على كلام الضيف الأمريكي، يعني اللي بيقول البيت مأزاز ليلة من العالم بالحجاب، يعني أنتم كذبتوا على العالم كله ودمرتوا الدماء، أسفتوا الدماء مليون عراقي، وبسوريا ما عملتم، دمرتوا مدينة الرقة بالكامل، 200 ألف جثثهم بالشوارع. يعني خلينا نحكي الصراحة، من يشيل الدماء هون؟ يعني حتى العملية الروسية، يعني عدد الضحايا حتى من الروس، حتى الأوكرانيين عم صرفوا عليه 10,000،
هن انضربوا الرقة في يومين قتلوا 150 ألف مواطن سوري. خلينا نرجع للموسم. ولكن يعني ولكن في هذه النقطة ولكن في هذه النقطة أظن أن الأستاذة هديل ربما موقفها يعني يحتم علينا أن نستمع إليه بخاصية العراق. بعد بعد ومن ثم أولاً أنا عندي القدرة الآن أن أقول نعم أمريكا ارتكبت جرائم في العراق. أقول مثلاً لدينا دونالد ترامب حاسبه. طيب أستاذة هديل دعينا نعم غير قادر على فعل الفكره. دكتور محمود تفضل تفضل وباقل من دقيقه بعدين. بالنسبه طبعا نرد على السيد جان بيير اللي صار يعني اشوفه اكثر من زوجتي صراحه بالمقابلات. يعود عده مرات يقول طلبت جورجيا ودول عده الاتحاد الاوروبي. هل الاتحاد الاوروبي منظمه خيريه؟ الاتحاد الاوروبي لها شروط. جورجيا لن تقبل الاتحاد الاوروبي بميثاقها ولا مولدافيا. الدول هي دول فاسده واصل انظمتها فاسده. دكتور محمود اشكرك. دكتور محمود الافندي اشكرك جزيل الشكر. بتعقيب بسيط استاذ جان بيير لم يتبقى لي الا ثواني معدوده. تفضل. لم ادافع عن الدوله الجورجيه انما ذكرت ان تلك الدول تنظر الى الغرب. اشكرك جزيل الشكر. نعم اشكرك جزيل الشكر استاذ جان بيير. ومشاهدينا بهذا نصل الى ختام هذه التغطيه. الى اللقاء.